الفرادي مدير الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، أشرفنا بشكل مباشر عن عملية الامتحانية لهذا العام للشهادتين الإعدادية والثانوية. والآن سأتكلم عن عملية التصحيح كيف أجرت وكيف تجري وكيف ستصدر النتائج إن شاء الله. عملية التصحيح تجري هي عملية مركزية بحتة خاصة في الوزارة، ليس للتربيات دخل فيها أبدا. نستقبل الأوراق من التربيات بصناديق مرصرصة مرمزة عندهم بترميز للتربية، ثم نستلمها في هذا المركز، نفك الترصيص، يقوم الفريق القائم على التصحيح بإعادة ترميز خاص للوزارة، توزع هذه الدفاتر على المراكز، تقسم على مراكز التصحيح، كل محافظة تصحح لمحافظة أخرى، لا يجوز أن تصحح محافظة لطلابها نفسهم. المراكز في أول خطوة يقوم في هذا الفريق بطرح سلم التصحيح لأي مادة تفتح. تشكل لجنة لمناقشة سلم التصحيح من الخبراء، يناقشون سلم التصحيح، يجرون عليه تجربة على عينة من الأوراق، إذا كانت نسبة النجاح جيدة مقبولة، هناك أخطاء، هناك ملاحظات، تضع كل لجنة مناقشة هذا السلم ملاحظاتها، ويجمع الفريق المنسق ملاحظات المقدمة من جميع المحافظات، ثم يصار إلى إعداد سلم نهائي يطرح على كل المصححين في كل المراكز المنتشرة في المحافظات السورية في الداخل وفي مكتبي الجوار لبنان والأردن، ويجرى عملية التصحيح بناء عليه. لذلك تصحح الورقة في كل أرجاء الوطن المحرر مع دول الجوار بنفس التوقيت وبنفس المعيار وبنفس السلم. عدد المراكز التصحيحية 8، 6 في الداخل و2، 1 في لبنان و1 في الأردن.